أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله له الأسماء الحسنى
صدق الله العظيم. هي ليلة إن شاء الله كما قلت ليلة الآن بامتياز ترحبا على روح الله لأبي أخينا حج حفيد الحفيدي، ونرجوها إن شاء الله رحمة له ولوالدينا ولمن له الحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات. ونقول يا الله إنهم في ذمتك وفي حبل جوارك، فأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم عذاب النار وفتنة وكذلك قهم فتنة القبر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم في أعلى عليين على سرر متقابلين، والدينا ووالديكم وجميع أموات المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ليلة للذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وغادي ننتقل إن شاء الله إلى المقرئ والقارئ الأستاذ الذي دائما يتحفنا بقراءاته العطرة، أخونا وصديقنا وحبيبنا الذي نحبه في الله سيدي سعيد الوزاني، فليتفضل مشكورا.